نور؟ شكل النار حرقت قلب الكل. أنا بشوفك لكان. بابا، أنت وماما رح تنفصلوا؟ نور، أنا وهي منفصلين من وقت طويل. طب قول ليش هلأ؟ ما فهمت. بابا، إلو علاقة قرار طلاقك من ماما بليلى؟ انت بتتوقع رح يعطونا مهلة؟ شو بدي اتوقع؟ يعني كنتي مجبورة ترهني الشركة للبنك مشان تدفعي المصاري لأنس؟ شو هالجنان تبعك هاد؟ ايه جنان. أصلاً هالشي صرت مصدقته. هذا الجنان طلع لأني حبيت ساعدك وقتها، متذكر؟ أنس كان ممكن إنه يقتلك، بس أنا خلصتك منه ماجد. هالشي حدا طلبه منك؟ آه؟ لكن شو كان بدك ساوي؟ أقعد اتفرج عليهم وهن عم بيقتلوك؟ نيفين، بيصير بهالسهولة إنه نقتل أي بني آدم؟ حسب الشي اللي عم بيضيع منك، الناس ما بيجازفوا بخسارة اللي بيحبوه. شو عم تقولي؟ ما عم بفهم. حكيت مع أنس على التليفون بوقتها، كان بده يقتلك. إمتى رح تفهم إنك بتهمني أكثر من الشركة والمصاري ماجد؟ سيد عاصم، وين حط البفل؟ حطه بالمدخل، بدي ترج الدنيا من صوته. عاصي، يعطيك العافية. الله يعافيك. ميرفت وقت وافقت نعمل العرس بحديقة المدرسة دغري بلشت بالتحضيرات. دوبنا نلحق. أعصبت مني؟ يمكن أنا تصرفت شوي بعجلة. لا، عملت منيح. يعطيكم العافية. تفضلوا شباب. عاصي، شبك قلبت خلقتك فيه للزلمة، معه حق اصلا، ما بقي غير يومين، يعني ضروري يستعجل. والله عاصم مو مصدق امتى يجي العرس ويخلص. متحمس، بس يا ريت لو ما استعجلوا كل هالقد. انسى، المهم نحن نعمل اللي بيطلع بايدنا. ايه، مثلا انت عاصي، شو رايك تغني له بالعرس؟ بما انك صاير عم تعرض مواهبك، بتغني بعرس اختك وبتجيك العروض. رؤيا، ما تحكي معي كلام كله حقد. انت هيك اعتبرت كلامي؟ بس انا عم اقول الحقيقه لتوعى عاصي. مو من أسبوع أنت اللي حملت الميكروفون وطلعت غنيت على المسرح؟ ليش لكان ما تروح لحتى تغني بعرس أختك؟ لا تكون محروج منهم. أنت اللي كرهان هالوضع ومانك قدران تتحمل عاصي. معناها الحقد فيك أنت، بس لساتك بأول الطريق. بيوم رح تجي حتى تشوف نفسك بالمراية، ما رح تقدر أكيد. وقتها وبس رح تدرك انك انت كتير كرهان نفسك ومو طايقة.
أهلين وسهلين، دخلي. أهلين فيكي. بلشوا بالمدرسة تحضيرات العرس، لهيك قلت بلا ما أروح هلأ وعطلهم. ناريمان وين؟ بأوضتها؟ بأوضتها. إيه فخرية، من هلأ ورايح راح تشوفي ناريمان شوي أقل. قديش أقل؟ ليش؟ اسألوا حالكم هالسؤال، أكيد بتلاقوا الجواب بسرعة. إذا بدك ممكن تقعدي مع خالتك نوران برا. لا بدي أمشي معناها. بمرق. بمرق بعدين. بيكون أحسن. فخرية الله معك. يه شبك؟ ليش بهدلتها للمخلوقة؟ عم احمي بنتي نوران. تحميها؟ ألو فخرية؟ طلي من الشباك حبيبتي. ليش واقفة؟ ما تفوتي. لأنه أنا عندي عقوبة وعم قضيها كلها هون. ليكي ناريمان، عم فايز ما سمح لي أطلع لعندك وقال لا تشوفوا بعضكم بنوب بهالفترة. ما عم يخليني أطلع لبرا. ليش؟ شاف محبسي وقع قدامه وقال إنه رح يمنع هالجوازة على قد ما بيقدر وحيضل رافض. طيب لكن شو رح تعملي؟ رح أتأقلم، بدي أصبر على الوضع كم يوم بعدين بحاول أحكي معه مرة تانية. إذا رجع رفض وقتها رح يعرف إني بنت رزان اللي ما بينرفض لطلب. يعني ممكن تهربي مع ماجد، هيك بتقصدي؟ خليكن. هاي نوران، آخ منك، قديش صارت ساعة وانتي ما كنتي تعرفي تيجي. أمي سكري الباب. شو بدك انتي؟ شو بكن؟ لا تعصبوا يا جماعة، بدي نتصالح مع بعضنا. آسيا كيفك حبيبتي؟ كيفو حفيدي؟ كمال والله ندمان آسيا، حالته بالويل ما عم يطلع من البيت. كنت عم قول لساتكن صغار بنتي، اوعي تخربي بيتك بلا ما يكبر ابنك بدون أب، صح زهرة خانو؟ أي بيت هذا هدى؟ أصلاً بيتك هو حبس للمظلومة. إيه ما في مشكلة، منفتح لهم بيت تاني ليسكنوا فيه، المهم هن الاثنين يكونوا مرتاحين مع بعض. ليكي أنا من الصبح حكيت مع كمال، طلبت منه يدور على بيت واسع من أحلى ما يكون، يعني بدنا إياه مشمس حتى يناسب حفيدي. أوضه كتيرة، بعدين إذا طلعوا على بيت تاني أنا برتاح. أساس كمال بيقرر؟ طول ما عنده أم مثلك صعب والله. كمال ما في غير اسم آسيا على لسانه، ابني ندمان. رغم هيك مثل ما بتعرفوا آسيا رايدة تطلقه لكمال وتنهي زواجها، ما بعرف كيف بتخرب بيتها. طيب وأنتي التانية هدى خانم، ما حكيتي عن حالك أبداً، أنتي ندمانة مثل ابنك؟ والله اسألي أمك وبتجاوبك، اسأليها، ما بقدر إني أنسى يلي دقته من تحت إيدها. وأمك كمان ندمانة بالله؟ المصايب كلها بسببك أنتي يا خانم. شو هالحكي؟ من الأول كنت رافضة هالجازة وإنتوا قتلتوا حالكن لتجوزوها. نسيت اللي صار؟ الإنسانة اللي بتجيها كني على هي الشاكلة هادي اللي بده يصير فيها. إنتي من وين لوين بدك تندمي؟ أنا ما قلتلكن إني ندمانة، قلتلكن ابني. افهمي وحاجة تتجني. خلصنا، أصلاً أنا اللي عم يأكلني الندم لأني فكرتكن مثل البشر ولأني رديت على كلامك أنتي. طموحي كان أني أتعلم، ليش بسرعة زوجتوني؟ ليش أحكي؟ رح موت من الندم، فهموا آسيا. قولي لابنك أنه رح ربي ابني بدون أب. Thank you.
ليكي شو بعدت لك حتى يتعدل مزاجك شوي. ناريمان ماجي داروا لعندي. كان أحلى يوم. المشكلة بهذا الشهر، يعني أمورنا الشهر الجاي حتكون بخير. إيه مزبوط، بس كيف رح ندبر هالمبلغ جواد؟ شوف هاي السعادة. بلا عم شوف بجنن. ناريمان لابق لها فستان العرس كتير. هالشي أكيد يا. هالفستان ما لقيت أحلى منه. وهلأ قلي شكله قرب العرس، الطقم وفستان العروس. قريب كتير والله جواد. لسه لهلأ ناريمان ما بتعرف موعده، مفاجأة. وهذا طقمك؟ ايه شبه ما عجبك؟ مبلا حلو لو اني ما بفهم فيهم. أنا هي اللي بتحبك بس ما حدا بيحبك قدي، ما حدا. وهلأ قلي شكله قرب العرس، الطقم وفستان العروس. قريب كتير والله جواد. لسه لهلأ ناريمان ما بتعرف موعده، مفاجأة. ألو أنا قديش رح أستنى مشان تتصرف؟ ليش ما خلصت لي الموضوع لهلأ؟ ما عم تطلع لبرا، ناطرة. ماجد رح موت لشوفك. ماجد هالكم يوم صعب انه شوفك. ليش ناريمان؟ ما فيك تعطيني من وقتك لحظة شوفك فيها؟ يا ريت، انا مو طالع بايدي اي شيء اعمله مع اني على شوفتك ميتة. ماجد انا بموت من دونك، بدي اياك تكون معي العمر كله. انا حياتي الك طول ماني عايش، لحتى موت انا معك. يا الله خلصني من هالحبس.
آسيا، ميرفت، ما كنتوا تعرفوا تطلعوا؟ يلا أنا رايح على المدرسة، عاصم مو عارفان وين يحط طاولة كتب الكتاب. اروح حبيبي ساعده شوي، استعجل. مفاتيح سيارة مع جهاد، أنا أحسن خليه ياخذ أختي من عند الكوافير ولا من البيت؟ معقول من عند الكوافير؟ طبعاً من البيت، وقول له ما يتأخر، ركض. طيب ميرفت يلا بنتي. طيب ليكنا رايحين؟ خلاص منلحق إن شاء الله، أنت لا تضلي متوترة. ما بقدر، ولسه بدي أتصل بنوران تيجي. يلا يلا أمين، إحنا طالعين. الله يتمم على خير. آمين. اسمعني، معقول يوم العرس ما تطلع كمان؟ إذا ما راحتنا ريمان مو حلوة بنوم. نعم زهرة، ايه جايين معلوم. بدك ناريمان؟ ايه ناريمان طبعا رح تكون. معقول ما تجي؟ معقول ما تجي على عرس اختها ميرفت؟ طيب حبيبتي نحن طالعين فورا. كأني قاتل حالي على شوفتها. شو بدي ساوي؟ خلي عينك على ناريمان. ما تاكل همها. شوفي انتبهي، ما بتبعدي عني ولا خطوة واحدة. لا تسودي وشي قدام أبوكي، بالزور أقنعته، مفهوم؟ أهلين نوران خانم. شلونكم؟ فيني شوفك اليوم؟ ما بقدر، اليوم عنا عرس. رايح لهونيك. اصحك تجي ماجد لو سمحت، صبور شوي وبوعدك كل شي رح يكون مثل ما بدنا. يلا بشوفكم بالعرس ان شاء الله. الله بيبقى بالعرس بشوفك ناريمان. يلا بنتي شوفكم، لا تتأخروا. الله معكم. بشكل تاني أحلى. يلا خلص ما بتفرق. تمام. ألو فخري، ما عم شوف ناريمان إلي كم يوم، شو الموضوع؟ كمان أنا ما عم شوفها ماجد. فايز بيك ما نعها تطلع برا البيت، وهلأ هي قاعدة بالأوضة، يعني حتى أنا ما عم يخليني شوفها. ليش؟
وقع من ايده المحبس وشافه. لك ما بده ابدا تشوفوا بعضكم. ماجد طبعا انت اصحك، جيب سيري لناريمان انه انا اللي خبرتك. طيب الو ماجد، بخصوص دفعة البنك اليوم. ماجد هذا اخذنا منه. ماجد خلينا نشوف البنك فيها. اتصل الموضوع ما بيهمني. شو كمان؟ كل المجموعة هاي عملنا عقدها وعلى قريب رح توصل بالنسبة للموسم الجاي. الو طلعت لبرا اليوم اكيد. تمام. نيفين خانوم، نيفين خانوم، المحامين ومندوبين البنك ناطرين حضرتك بغرفة الاجتماعات. زهرة، إمتى بدك تبعتي هاي الأغراض كلها على بيت عاصم؟ والله قال ما عنده مكان فاضي، لازم وسع لهم مطرح عندي. ميرفت قالت إنه مناخدهم بعد فترة على مراحل. هني أكيد. بنتي افتحي الباب. طيب عادي هون، خليني مكيجك وزبطك. هيك بهالمنظر بدك تروحي على العرس انت ام العروس؟ وقفي. مو معقول شو طالعة حلوة، عيونك الحلوين. مرحبا. اهلين يا قمر. بكفي بكفي نوران، لا تكتري لي هيك. تمام وقفي. بتحاج هس. اسم الله حولك. امي اليوم فرحتك، يا اول فرحتي. انتي اول ولادي، كنتي مزينة حياتي برقتك. على مين بدي انده وفورا يلبيني؟ على ايد مين بدي نام؟ لمين بدي اشكي همومي هلا؟ الامهات دايما هيك بيجيبوا البنات مشان يكونوا هن رفقاتهم بس يكبروا. ميرفت ما تحرميني من رفقتك وترجعكي. الله يخليك دايلي. سامحيني. انت التانية سامحيني. شو اخر عاصم لهلا؟ ناريمان بنتي اتصلي بجهاد لشوف، اساليه اذا رح يتاخر. اكيد هني. يلا يا عروس. حاج تبكي قدام العروس؟ خلص روقي يلا. مرحبا. ميرفت جاهزه؟ جاهزه. ميرفت شو هالحلو هاد كله؟ شكراً عاصم. السيارة برا واقفة. انتوا سبقونا، نحن بنلحقكم بس نجس. كوني مبسوطة وما تفكري بشي.
بدنا ناخدها لأمي ونروح على العرس. يلا على مهلك. مبروك يا أختي ميرفت. شكرا. يلا شو رح نعمل هلأ؟ ما دبرنا المصاري. للمسا في معنا وقت. صار المسا كريم، فيني افهم ليش بيتك لهلأ معارضه للبيع؟ عرضته ما عم ينباع، بس أنا اللي بعرفه أسهمك بالبورصة صار عالي بسبب تهورك بكفي اللي خسرته مشانك. بالإضافة لهالشي أصحك تفكر بيوم من الأيام أصرف قرش كرمال ديونك، عم تفهم؟ خلصنا بقى، اهدوا شوي لو سمحتوا. ممكن؟ انت سكتي لأنك أصل المشكلة. أمي ليش تأخرتوا؟ تأخرنا؟ شو صار يعني؟ يلا فوت. أهلين ماجد. ناريمان وينك؟ بمدرسة الموسيقى، مثل ما بتعرف بعد شوي رح يبلش العرس. أنا جاي. ماجد لو سمحت، بابا هون وبلا ما يبهدلني. أوعك تجي. ماجد ليش إجيت؟ إذا فعلا بتحبني أمشي لو سمحت، لو سمحت. لأني بحبك ما رح أمشي ولا خطوة ناريمان. خلينا نفوت قدام الكل، أولهم أبوكي، خليه يعرف إنه نحن مغرومين. حاجة نخبي ناريمان. نحن منحب بعضنا بشو غلطنا. من الطريق الرئيسي رح ادخل على حارتكم عاصم. المهم نوصل، روح من وين ما بدك. ما انك مصدق امتى تتجوز لكن يا عمي نيالك. عن جد ما انتبهت انك فتحتي الباب. مو مشكلة، تفضل. البرك والشاي جاهزين. يسلموا ايديكي، والله كأنك قاعدة بقلبي وفهمانة علي. يا ريتك تفوت على قلبي وتشوف شو في. يسلموا، عم نعزبك معنا. لا شو هالعذاب؟ معقول هالحكي؟ انت كمان مثل اخي وعز؟ ما تخافي مسكتن ولا يهمك. إن شاء الله صحتين وعوافي كيلو. شكراً. لا تقلقي ميرفت، كل شي تمام، وأخيراً رح نكون لبعض. الله يقدرني ويكون لطيف. وقف 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 ميرفت، شو الموضوع؟ وقف ما بدي، ما بدي اتجوز بقى، ما بدي اعملكم، مو قدرانه.
ميرفت اتركوني. ميرفت 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 ميرفت. لك اختي شو عملتي بحالك انت؟ مليت من سنين جهاد. انت دايما بتقلي اختي، ماني اختك ابدا. نوران ليش تأخروا هدول هلا؟ مزبوط تأخروا. اتصلي بعاصم هلا واطمني. حاولت بس ما جاوبني. ايه صح. ناريمان وين نوران؟ ايه من شوي كانت هون واقفة. فخرية؟ ناريمان وينها؟ ما بقدر استنى أكثر من هيك ناريمان. تعي خلينا نتحدى الكل. بدي قابل أبوك اليوم. لازم تخبريه أنا شو بكون بالنسبة لإلك. يعني مثل ما عملت معي؟ إيه ناريمان، مثل ما أنا عملت معك. ناريمان بابا. Thank you.
نريمان. Kaldırıp attım aşk defterinde, anılar faslında kalansın artık. Yerin yok düşlerim hayallerimde, sen eksik kalansın, yalansın artık. Yerin yok düşlerim hayallerimde, sen eksik kalansın, yalansın artık. Yerin yok düşlerim hayallerimde, sen eksik kalansın, yalansın artık.